السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة الصحة الغذائية. اليوم إن شاء الله سنكتشف الفرق بين الحليب البقري والحليب النباتي. إذا ما هو الفرق بين الحليب البقري أي الحيواني والحليب النباتي، وما هي مواصفات الحليب النباتي؟ تصطف أخواتي إخواني قنينات الألبان المصنوعة من حبوب نباتية على رفوف في الأقسام المبردة في غالبية المحلات المتاجر الكبرى هذه الأيام، وتشمل حليب الصويا وحليب اللوز وحليب الكاجو وحتى حليب مصنوع من الأرز أو الشوفان أو البازيلا أي جلبان. ويبدو أن اختيار منتج قائم على النباتات سيكون خيارا صحيا، ولكن هل هو كذلك دائما؟ وهل هو أفضل لك من شرب الحليب البقري أو الحيواني؟ وبما أنهما ما دام يحتويان على سلسلة متماثلة من المغذيات، فإن اختيار أحدهما يعتمد على ما تفضل أنت كمستهلك. الآن ما هو الفرق بين الحليب الحيواني أو البقري والحليب النباتي؟ إذا كنت تشرب حليب البقري من بقر يرعى بشكل طبيعي، فلا يوجد سبب للتبديل إلى خيار نباتي. فالحليب البقر الذي يرعى في الحقول مصدر غذائي جيد للفيتامينات والمعادن الضرورية، حيث تحتوي وجبة حليب البقر على الكالسيوم والفيتامين دي والفيتامين أ، وكذلك مجموعة كبيرة من المغذيات الدقيقة التي تحتاجها في نظامك الغذائي. ومع ذلك لا توجد أي اشتراطات غذائية بضرورة تناول نوع محدد من منتجات الألبان على وجه التحديد. في الماضي أخوتي إخواني أوصى الخبراء بتناول منتجات الألبان لبناء العظام ومنع الكسور، واتضح أنه لا توجد أدلة قوية على أن شرب كثير من الحليب أو تناول منتجات الألبان له فائدة حقيقية عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر التعرض للكسور. لذلك إذا كنت ترغب في التحول إلى منتج نباتي، أو إذا كنت بحاجة إلى ذلك بسبب الحساسية من الحليب أو عدم تحمل اللاكتوز، فيمكنك الحصول على العناصر الغذائية نفسها عن طريق اختيار منتج الحليب المعتمد على النباتات بعناية، ويمكنك تناول مكملات الكالسيوم إذا لزم الأمر. الآن ما هي مواصفات الحليب النباتي؟ تتنوع أخواتي إخواني جودة الحليب النباتي بدرجة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمواد مغذية، إذ أن بعضها يحتوي فعليا على كمية الفيتامينات والمعادن نفسها التي يحتوي عليها حليب البقر، بينما تحتوي أنواع أخرى على نسب أقل كثيرا. على سبيل المثال يحتوي حليب اللوز على نسبة أقل من البروتين مقارنة بحليب البقر. وإذا كنت ستنتقل إلى الحليب النباتي فاحرص على قراءة الملصق للتأكد من أن المنتج يحتوي على كمية جيدة من البروتين وفيتامين دي والحديد والكالسيوم. ومن الناحية المثالية اشتري الحليب الذي يحتوي على 8 أو 9 غرامات على الأقل من البروتين لكل جرعة. لكن من مميزات بعض أنواع الحليب النباتي أنها قد لا تكون لذيذة المذاق، حيث مثلا حليب اللوز غير المحلى فهو غير مستساغ لبعض الناس ولا يحب الأطفال، ويحاول المنتجون أخواتي إخواني حل هذه المشكلة عن طريق إضافة السكر وغيرها من الإضافات الأخرى التي يجب عليك تجنبها. لذلك إذا ما تقرأ الملصقات ابحث أيضا عن حليب نباتي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر المضاف، وهناك في الملصق أخواتي إخواني سطرا يوضح نسبة السكر المضاف مع نسبة مئوية للقيام اليومية. هناك أخواتي إخواني قلق من أن الصويا الذي يحتوي على الإيزوفلافونات وهو نوع من الاستروجين النباتي يشبه الاستروجين البشري، يمكن ان يسبب سرطان الثدي واضطرابات الغدد الصماء، ولكن قد تم دحض هذه النظريات حيث لم يعد الخبراء قلقين بشان فول الصويا. فالمشكله الرئيسيه بالنسبه لفول الصويا اخواتي اخواني هي تتعلق بالاشخاص الذين يعانون من حساسيه تجاه منتجات فول الصويا، فاذا كنت تعاني من الحساسيه فمن الطبيعي تجنبها. على الرغم أخواتي إخواني من أن تناول الألبان بمعدلات مرتفعة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، فقد ربطته بعض الدراسات بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم وارتفاع نسبة الإصابة بسرطان المبيض، ولكن أخواتي إخواني ليس هناك دليل علمي قوي على ذلك. وحتى يتوفر المزيد من المعلومات لا توجد توصيات رسمية تنصح الأشخاص بزيادة أو تقليل منتجات الألبان بناء على نتائج دراسة ما. ومع ذلك إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك معرضا لخطر كبير في أي من هذه الحالات، فننصح بالتحدث مع الطبيب
حول ما إذا كان النظام الغذائي قد يؤثر على احتمال إصابتك بالسرطان. فأتمنى لكم أخواتي إخواني الإفادة والاستفادة والصحة والعافية الجيدة إن شاء الله. فهدف قناتنا هو إغناء ثقافتنا الصحية والوقائية، خاصة الثقافة الوقائية، لأننا لا ننصح بعلاج طبي خاصة بأمراض معينة، فهذا شأن الأطباء وحدهم. فالمرضى نطلب من الله أن يشفيهم، ولكن يجب عليهم أولا استشارة الطبيب وأخذ علاجات مناسبة، وليس الاكتفاء بالنصائح بدل العلاج، فهذا سلوك خاطئ ربما سيؤزم حالتهم الصحية. فالنصائح ربما ستنفعهم، ولكن ليس بالقدر والفعالية بالنسبة للصحة، فهي وقاية لهم إن شاء الله من الأمراض. إذن فمهمتنا ومهمة قناتنا تبدأ بالوقاية بالدرجة الأولى وتنتهي عند بناية مهمة الطبيب. وفي الأخير حتى يصل كل جديد مفيد لنا ولكم ولكل من يحيط بكم من أقرباء وأصدقاء، تكونوا فضلا وليس أمرا للاشتراك في القناة ووضع إعجاب للفيديو وكتابة التعليق حتى نستفيد جميعا، والضغط على أيقونة الجرس حتى يصلكم إشعار الموضوع الجديد. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوم صحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.